واش الدراري معكم سويل، مرحبا بكم عاوتاني في فيديو اخر. دونك الفيديو درت اليوم هذا غندوي فيه ثلاث الحوايج. الحاجه الاولى وهي مبروك العواش للدراري، مبروك رمضان، الله يدخلوا لكم بالصحه والسلامه. حيت نورمالمون اليوم احنا الجمعه بدا رمضان، نتوما حتى الغدا. دونك سي بغيت نقول لكم الدراري اول حاجه وهي نبارك لكم العواش رمضان. ثاني حاجه هذا واحد المثال غنعطي لكم الدراري غنجاوب به على حاجه اخرى، الناس اللي مرصدين غيفهموني فين علاش كندوي والمثال فين غادي. دونك المثال الدراري هو خفيف ظريف وبصح، هو ديال فاش كانت كلاشي بوشاتي ودريك عامين دابا قبل ما يلوح دريك الالبوم ديالو، كانت كلاشي بوشاتي هذا ودريك. دونك كان دريك كلاشي بوشاتي في داكشي اللي في بوشاتي، بوشاتي كلاشي دريك في داكشي اللي دريك، وكان كلاش بيناتهم بحال هكا في الموسيقى بيناتهم. حتى دريك نهار طلع واحد الالبوم سميتو طلح ديسك تراك ديس بوشاتي هذا، وفي هاد التراك هذا دريك ديباسا لا لين ديال انه جبد ليه مرتو، يعني دريك جبد مرت بوشاتي اللي مجوج بها جبد ليه في الديسك. دونك من هنا تيكون تجاوز الخط الاحمر ديال انك ما تجبدش الوالدين وما تجبدش العائله، وكيعطي لكل الحق بوشاتي انه يكلاشي دريك اي حاجه بغا بما في ذلك والدي وداكشي. دونك فعلا بوشاتي لاح تراك سميتو اديدون هذا، وكلاشا فيه عاير مد دريك وباه، وجبد واحد السكري اللي كان ديك الساعه بنادم ما عرفوش، وان دريك عنده ولد من عند وحده بورن ستار فرنسويه اللي مابقاش بورن ستار دابا، وفضح لي داك السكريت ديالو. فتما وقف الكلاش دريك ما قدرش يجاوب حيت فريمون وراك عليه بوشيتي ديال بصح، ولكن دريك ما ناضش خرج بدا كيبكي تقول له عيرتي لي والدي، عيرتي لي امي، عيرتي لي با، عيرتي لي جبتي لي السكريت ديال ولدي. ما دارش بحال هكا، علاش؟ حيت دريك اللي بدا هو اللي جبد ليه مرتو وعائلته وصافي. وراها دريك سكت ما بقاش جاوب، ما بقاش دوا غبر واحد 3 شهور ولا 4 شهور، حيت كون دريك ناض شكا وبدا كيبكي ليهم غيقولوا ليه روا با بيناتهم في الراب جيم، غيوليو يسميوه بوسي، غيولي دريك ذا بوسي. ولكن ما دارش بحال هكاك حيت كل واحد فهمتيني كيحترم قول، جبتي يا والديا جبت لك والديك، ما جبتيش يا والديا راه احترم ما جبتش والديك. دونك هذا هو ليكزومبل اللي بغيت نعطي لشي وحدين على الله يفهموه، حيت ديك العباد ديال انك تبقى تستخدم العاطفه الصاد وتستخدم المآسي ديالك باش تبقى تربح العاطفه ديال بنادم وتكسب بنادم قديمه، واللي كيطيح فيها غير دوك الناس الساذجين، اما بنادم اللي عارف شويه راه فهمتيني كيشوف داكشي وكيبدا يضحك. دونك هذا هو المثال اللي بغيت نعطي باش كما قلت لكم نجاوب على شي حوايج اخرى، نجاوب على واحد البلان اخر ما بغيتش نذكرو بالسمية. وثالث حاجه اللي باغي ندوي فيها الدراري وهي ان كاين هاد الايامات ديال الكونفينمون كاين واحد التالنج سميتو نات ميك تشالنج، راه كتبتها في يوتيوب غيطلع لك. المهم راه سيرتو هاد البلان نايض في تيك توك، في تيك توك بنادم كيضرب هاد النات ميك اللي هي الكوزه، انا ماكنتش عارف الكوزه الدراري نجيكم مهضربش فهموني. كضرب من نورمالمون الكوزه الدراري هي كدار في الماكله وكذا ولقيتها في الكوزينه، دونك كتاخذ منها واحد لا دوز ديريكت دوز طالعه، وكنورمالمون كتبوق حيت فيها واحد الماده ما عرفت سميتها يتبان لكم هنايا، هي اللي كتبوق. دونك انا جا عندي الدري انا تيبقى ما عرفوش حتى بحثت عليها باش عرفته، قال لي شوف اصويره كاين واحد التشالنج ديال نات ميك، صيفط لي فيديوهات ديال تيك توك هما يطلع لكم هنايا، قال لي شوف اصلا نجي نديرو التشالنج هذا الا صدق حتى حنا نبارطاجيو في انستغرام ونشوفو زعما مع بنادم نجربو. اوكي قلت لي واخا هبط تقلب، لقيتها في الكوزينه ديال الدار نورمالمون راه كاين عند اي واحد حيت كدار في الماكله. مشينا قلنا اش غنضربو، قال لي شوف غنضربو من جوج سكوبات حتى ربعه، قال لي غير هو الافي ديالها كيتعطل كيدير 3 سوايع 4 سوايع. شدينا ضربت المعلقه الاولى المعلقه الثانيه المعلقه الثالثه وزدت سمعت قلت نشوف هاد اللعيبه هادي، بقيت جالس 3 سوايع بحال هكا ما كنحس بوالو. دويت مع واحد الدري قلت لي راه صوتي طب ديمو الله يذكره بخير، قال لي شوف اصلا ديك راه الكوزه حنا كنا كنديروها في الصغر، انا ما خباريش هاد اللعيبه وعمرني جربتها في الصغر، جربتها في الصغر كاع ما غنعاود نجرب دابا. قال لي راه كنا كنطحنها وكنديروها في الصغر كنديروها في كيكه وكذا. قلت لي فعلا كتبوخ؟ قال لي كتبوخ. قلت له ضربت منها كذا وكذا وشحال؟ قال لي ناري الصوت راه كثرتي منها. المهم ورا 4 سوايع ما خدت اللعيبه كنحس براسي صاد ما قادرش قسم بالله الدراري لا اكسبيريونس فري راني جاي لكم ما قادرش نتحرك، رجلي واقفين عليا، يدي واقفين عليا، ما قادر ندير والو، ما قادرش نوض كوزين ناكل، غير جالس بلاصتي صاد وكنحس براسي فهمتيني ماشي هو هذاك طير. نقول اش هادشي شي دوش مع الدراري صاحبي قال لي صاد انا راه جاب لي النعاس هادشي، قلت لي خويا انا ما عرفتش فريمون ما عرفتش انا ما كنتش نصحاب بحال هكا صافي، قلت غندير غنعس طفيت الضوء طفيت بيسي ونا نتكا نعس، نعست وراه بشي 4 ولا 5 سوايع وانا نفيق كامل عرقان والكليما خليتها خدامه فهمتيني البرد، ومعنا فيق عرقان الصوت والكليما كضرب، وانا ديجا الناس اللي عارفين عندي اليرجي كدير لي مشكله في الريسبيراسيون. دونك اش طرا ليا؟ شدتني ازما اش غيقول؟ هبطت قلت للدار نط مشيت داوني السبيطار، الطبيب قال لي ما لقاش عليه شوف راك اللي مع العباد الله يرجع حبيبي، شنو غنقول؟ غنقول للطبيب غنقول له حق بالك، قول له ضربت 5 المعالق ديال البودر ديال الكوزه.
فهمتيني سيرتو الوالده معايا كده ما فهمتيني ما قدرتش بعد عليه راه حساسيه وكده وهادي وهادي وكنطلق عليه دار لي تحاليل ما عندي والو تقرير ديال القلب ما عندي والو وانا كنقول ليه شوف قلت ليه راه شوف راه المشكل عندها في ريسبيراسيون دابا دير لي شي حاجه قلت ليه تعطيني شي دواء شي لعيبه قال لي لا راه ما قدرتش نعطيك شي دواء شي لعيبه اصلا انت ما عندك والو قال لي اش دير غندق لك شي بره قلت له راه ما خاصني والو صافي راه ارتاح غنولي مزيان قال لي والله تندق لك البره صافي ويجي ودير لي واحد اللعيبه دق لي بره صافي انا خوكم توضر ما فهمتيني بقيت عاقل اش كندير بقيت انا اصلا ما عاقلش توضر من بعد رجعت للدار كنقلب في تليفوني بحال هكا طنطنطن بحال كتكبي لي يجي فيديوهات اول انا صورت هادو وانا لقيت راسي مصور هاد الفيديو ديال الدراري زعما عندي ايه دردي عمي سلطه اسكت ما عقلتش ضربوا لي ديك البرا قلت لك شو سخر يطلق هاد الرصاص في السبيطار تقول لي برا ديال البنج شو الايروني كيداير هاد الدراري ولكن اللي بغيت نقول لكم الدراري ديال الاكسبيريونس اللي طرات لي من هاد التشالنج اللي دايرينو في تيك توك ديال النات ميغ ولكن الغرض ديالي حيت انا ما نورمال ما قلبتش على هاد اللعيبه دونك الدراري نصيحه لكم ماشي ما كنضحك نصيحه من الاحسن حتى شي واحد يجرب التشالنج هذا حيت الصاط ملي جيت نقلب من بعد وشفت الناس اللي مجربينه كيدوا عليه ما كتعطيش نفس الافكت ما كتعطيش نفس ماشي شي حاجه غديرو عارف غيطرا لك دونك كل واحد كيفاش كيطرا ليه كاين اللي كيطرا ليه دي كومبليكاسيون تعقيدات مخربين اش طرا لي ديت عرقان تصني يقولوا تي داتني ازما دونك التشالنج ديال ناط ميغا الدراري ولا ديال بودر ديال الكوزا ما تجربوش بتاتا كاع نصيحه من عند خوك دونك اللي غير كبراتو يجربو يتحمل العواقب شوف مع الضاد ديال الكورونا السبيطارات ما غتلقاهمش دونك هذا ما كان الدراري ديال الاكسبيريونس اللي طرات ليا وبغيت نبارطاجها معكم باش بنادم فريمون ما تجربوش هادي ودعيت في الله اخونا انا راه نقول له في انستغرام دعيت في الله اخونا اللي جبتي ليا التشالنج ديال النات معك الله يسمعك دونك هذا ما كان الدراري هو الفيديو هذا الفيديو اللي كاين اليوم ما تنساوش جيم بارطاج وكما قلت لكم بروك العواشر ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد في الفتره نتاعنا هذا ما كاين بو